نعت رئاسة الجمهورية الفنان اليمني الكبير أبو بكر سالم بالفقيه الذي وافاه الأجل الأحد. واعتبر الرئيس هادي رحيل الفنان أبو بكر خسارة كبيرة ستترك أثرا بالغا في الوسط الفني يصعب تعويضه، كون الفقيد من أهم من أثر الحياة الفنية اليمنية والخليجية والعربية بشكل عام لتفرده في أداء الألوان الغنائية المختلفة، كما أن أغانيه حملت هموم المغتربين ونقلتها من خلال تجربته الشخصية التي عايشها كمغترب يمني. وفي برقية عزائه قال نائب رئيس الجمهورية الجنرال علي محسن الأحمر: لقد كان الفنان أبو بكر سالم سفيرا مخلصا لبلده وللأغنية اليمنية الأصيلة، وحضرت اليمن في كل أنغامه التي كان يشدو بها طربا، فغنى لصنعاء وعدن، وغنى للعرب وللحب والأرض والإنسان بلحن يماني وصوت لن يغيب. ولفت رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في بيان رعيه إلى أن صوت الفنان الراحل أبو بكر يعتبر من أندر الأصوات على مستوى العالم، ويحتوي على جمال نادر في مختلف مستويات الأداء، وهو من القلائل الذين نجحوا في الوطن العربي كأن يكون شاعرا وملحنا ومطربا، بالإضافة إلى القدرة الفائقة في التوزيع الموسيقي الذي يعتبر علما قائما بحد ذاته. انت الحضارة، انت المنارة، انت الحضارة.